دي سلسلة مكونة من مجموعة مقاطع بالترتيب علشان نتعلم نعمل شوية ألعاب بنفسنا لينا ولأولادنا. وهنا بجانب متعة اللعب في شيء آخر مفيد جدا، وهو الرقي بعقولنا، لأننا هنذاكر ونفكر ونطور. هنتأسس الأول بفهم مجموعة من الأدوات اللي بنعمل بيها اللعبة، وبعد كده هنعمل ألعاب كتير بسهولة بنفسنا. الألعاب اللي هنعملها دي هتشتغل على ويندوز ولينكس وماك، وانتوا هتلاحظوا في السلسلة ان انا عادي ممكن اشتغل معاكم على اي نظام بنفس اللغة. ممكن كمان لو اولادنا عندهم 9 سنوات فيما فوق نشجعهم على موضوع مفيد زي ده، بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة. ده غير كمان ان برمجة الالعاب بتشغل التفكير وتنميه، وفي السلسلة دي بنستخدم لغة برمجة سهلة جدا جدا، وهنسهل كمان اكتر في الشرح. بس في حاجة لازم ننتبه ليها كويس، لازم نذاكر بالترتيب، نذاكر بالترتيب، يعني اول درس في السلسلة، بعد كده تاني درس في السلسلة، بعد كده تالت درس في السلسلة، وهكذا. وإلا فممكن نقابل بعض المشاكل، يعني مثلا ممكن اظبط ليك ملف في اول السلسلة ونفضل نشتغل بيه. لو انت مثلا شفت الحلقة رقم 5 وجيت تطبق وراها هتعمل ايرور، لانك ما شفتش ضبط الملف ده في الاول. فلازم نعرف ان تسلسل الشرح تسهيل لينا من الاساس. اما بالنسبة لبداية الشغل والتنزيل والتشغيل والمتابعة بالترتيب وقائمة التشغيل اللي بتضم السلسلة دي علشان نذاكر منها، اي شيء هتحتاجه بخصوص كل الموضوعات دي هتلاقيه في الوصف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنفتح بفضل الله برنامج رينج نوت باد اللي احنا شغالين عليه، ونفتح الحسونة جيم ليب دوت رينج اللي احنا شغالين عليها بفضل الله، ونفتح ملف اللي بنجرب عليه، ودي كانت اخر حاجة عملناها بفضل الله. طيب خلونا نزود تطوير بفضل الله ونستخدم الحاجة اللي احنا عملناها. احنا دلوقتي عندنا بي جي ايمج. اسألكوا سؤال، هل انا هحط خلفية في الجيم بتاعتي علشان احركها بالماوس او احركها بالكيبورد؟ الاجابة صعب، صعب جدا يعني، تمام؟ حتى تغيير الخلفيات ليك انت فيما بعد، اوكي، بيبقى تغيير مرحلة، تغيير حاجة معينة انت اللي بتتحكم فيها من جوه اللعبة. لكن صعب قوي اني انا الاقي لاعب او جيمر بيتحكم في خلفية اللعبة، يعني بيلعب بخلفية اللعبة، لا هو بيلعب بالبلاير نفسه. عمرك شفت حد بيلعب بالجبال؟ لا، هو بيلعب بالبلاير اللي بيمشي وسط الجبال، ماشي؟ طيب فدي خلاص سيبك منها، لان انا عايز اعمل حركة، عايز اعمل دوال بتغذي الحركة، ماشي؟ ماشي، عندي نفس الكلام ليها. الايمج الايمج وارد. يبقى انا عندي هنا الايمج، خلاص؟ يبقى نركز مع الايمج. بصوا هاجي هنا بعد الجيت ايمج والنيو ايمج، بعد الجيت ايمج والنيو ايمج هعمل هنا، هاخد الجيت ايمج دي كوبي واحطها هنا بيست، وهسميها باسم تاني، جيت ايمج زي ما هي، بس جيت ايمج موف، جيت ايمج موف، تمام؟ الجيت ايمج موف دي بتعمل ايه؟ بصوا بتعمل ايه، بصوا بتعمل ايه. الجيت ايمج موف دي يا باشمهندسين هتيجي هنا وهنقول لها ريتيرن. ريتيرن ايه بقى؟ ريتيرن ايه؟ ريتيرن اد موف، ريتيرن اد موف لايه؟ ثواني بس انا عايز اركز. هي الاد موف بتريترن حاجة؟ الاد موف مش بتريترن يا باش مهندسي، الاد موف مش بتريترن. يبقى انا ركز خلاص، يبقى انت مش هتريترن حاجة دلوقت، امال انت هتعمل ايه؟ انا هعمل اي ام جي بتساوي، بتساوي ايه؟ بتساوي الجيت ايمج، اهي بتساوي الجيت ايمج نفسها. كده انا بقى معايا الايمج، صح كده؟ صح. اجي بقى هنا اعمل add move
للايمج دي للاي ام جي صح كده؟ بعد كده اعمل لها ريتيرن. اوكي بعد كده اعمل لها ايه؟ ريتيرن للاي ام جي بس كده خلاص. طيب عايز اجرب الموضوع ده، جيت ايمج موف، هاجي هنا ده الترنجل وده اضافه الترنجل، هاجي هنا اكومنت ده واكومنت ده واحذف ده. تمام دلوقتي انا هعمل اي ام جي 3 بتساوي جيت ايمج موف وهديها الشغل بتاعها وليكن مثلا هو دي كده، خدها كوبي او هدي هدي كوبي واحطها هنا ايه بيست واعمل سيف. اوكي تمام كده. بعد كده اضيفها اد اوبج للاي ام جي 3، خلي دي 10 سيف. تعالوا نشغل كده البلاير موجود. طيب موف موف بفضل الله بيخرج؟ لا ما بيخرجش، خدتوا بالكم اهو. تمام كده بفضل الله، يعني انا كده جيت ايمج موف دي خلاص عملت لي حاجات كتير قوي، خدتوا بالكم؟ يعني حتى اختصرت لي انا الكود اللي عملته قبل كده اللي هو اد موف، يعني اد موف اللي انا عملته بقيت ما بستخدموش بعد الجيت ايمج موف، مع ان لو لاحظتوا هنا ان احنا ما حطيناش اكواد كتير لان احنا استخدمنا الاكواد اللي عندنا، فما ينفعش انا اجي اكرر نفس الاكواد تاني، خدتوا بالكم؟ طيب هنا هاخد نفس الكود ده كوبي، نفس راس الداله كوبي واجي تحت منها احطها بيست واغير دي نيو ايمج موف بنفس الفكره برضو اللي احنا شغالين بيها، نيو ايمج موف. وهنا هستقبل منك الاو جيم او جيم، وهنا هنادي عليه يا او جيم دوت اد اوبج واحط له ايه الجيت ايمج موف بس سيف. تعالوا بقى هنا نجرب النيو، لو انا خدت دي كده كوبي وعملت كومنت للسطر ده كده وجيت انا حطيت الكلام ده بيست بس خليت دي نيو، وهنا طبعا عشان ما يعمليش ايرور او جيم خده معاك سيف. تعالوا نجرب ده كده بالكود التاني اهو، بفضل الله شغال والموف شغال اهو، ما بيخرجش ولا فوق ولا شمال، وامشي براحتي اهو بالكيبورد، ويمين ما بيخرجش يمين وتحت ما بيخرجش اهو، يعني انا كده عملت حركة وعملت تعديل ان هو ما يخرجش تمام، وعملت الصورة ذات نفسيها كل ده بسطر واحد، يعني علشان كده بعمل النيو. ساعات ايه ممكن الواحد يحتاج حاجة زي كده ان هو يشتغل بيها بشكل ايه بشكل سريع، يعني يكون مثلا انت مش محتاج تحكمات كتير فايه بشكل سريع تعمل الحاجات دي. ويا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.